إلهي، هل في الوجود إله غيرك فندعوه؟ يا من لا يضام جاره ولا يهزم أنصاره، هل في الملأ من إله غيرك فيرجع؟ إلى من نلجأ وأنت الكريم سبحانك؟ وإلى من نشكي وأنت العليم بشكوانا؟ يا من هو عالم بالسرائر، يا من هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا أنيس المستوحشين، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك، ضعفت حيلتنا وقل زادنا وعظمت ذنوبنا، فاللهم إنا ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن ترفع عنا هذا البلاء. اللهم لا تطردنا عن بابك ولا تغضب علينا، فإن غضبت فمن لنا سواك يا أرحم الراحمين. أنت القائل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اشف كل مريض من هذا البلاء، واحفظ بلدنا المغرب وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.